الفلفله هي اللي غاليه بزاف. الفلفله اليوم دايره 150 درهم للصندوق، يعني تقريبا طالعه ب 10 دراهم الكيلو الفلفله الخضراء اليوم اللي دايره في السوق، حيت كتستهلك بزاف، تستهلك بزاف حيت النمط ديال العيش ديال المغاربه تبدل، ما بقاش النمط بحال النمط اللي كان قديم زمان. قديم كانت وجبات تقليديه يعني ديال التراث ديالنا المغربي، ولا دابا بنادم كيدير وجبات كياخذها من اليوتيوب، كياخذها من زاد الحوايج، ولا بنادم كيستهلك واحد النوع ديال الخضر كيكون فيه السيله اكثر. مثلا نقولوا مثلا البيتزا، ولا كتستهلك فيها مثلا الفلفله والسوريز، اي ولا الطلب ديال المغاربه، ولا علاش ولاو كيستهلكوا هاد الجوج مادات على قبل البيتزا. الفلفله 2600 2800 الصندوق، الثمن تقريبا شي 13 درهم الكيلو، لا طالع شي 13 درهم الكيلو، طالع البيو الشريه طالع 13 درهم الكيلو. لا كانت طاحت بالنسبه، كانت موجوده عندنا هنا في الشوكه وانا واحد الدكاله كانت فلفله، كانوا باقا يجيبوا فيها الدراري، اما بالنسبه لدابا مبقاتش في الشوكه والدكال ولات فيها كادير. هذاك الشيء طلعت 15 درهم باش تبيعوا الدراري، 15 درهم دابا هي اللي غاليه في السوق. اما الشكوش الحمد لله رخيص، هي اللي غاليه في السوق. تنقول انا نطلع والله اعلم، تنقول اكسب باذن الله، ولكن تنقول غطلع حقاش الفلفله ما كايناش قليله. ايوا راه معروفه هي الفلفله، باغي تشد التعمار اللي عامر بالي يدير بها البيتزا، كل واش يدير بها معروفه في هذه القضيه، هذاك الشيء علاش تستهلك هي في رمضان.